السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله متتبعي قناة ميكانيك وكهرباء السيارات. اليوم أقدم لكم درس حول كيفية تركيب جهاز تنبيه عندما أقوم بتعشيق السيارة، تعشيق القير للرجوع إلى الخلف. يقوم هذا المنبه بتنبيه المارة من الخلف بأن السيارة ترجع إلى الخلف. طبعا تستطيع استعمال عدة منبهات، هذا فقط نزعته من سيارة يكون موجود بهذا المكان إخواني. هذا المنبه إخواني يستعمل لي عندما تقوم بنسيان الأضواء مشتعلة، يقوم بإحداث رنة بهذا الشكل. مثلا أقوم بإشعال ديود السيارة يقوم بإصدار هذا الصوت إخواني، وعندما تطفئ المصابيح الفيوز يقوم هو بالانطفاء كذلك نفسه إخواني. تستطيع وضع جرس منبه المنازل الذي يشتغل على 12 فولت، أو تستطيع شراءه من عند الذين يبيعون اكسسوارات السيارات، تجد عندهم منبهات خاصة بمنبهات الرجوع إلى الخلف. فقط هنا لب الموضوع إخواني هو كيف أركب هذا المنبه، كيفية تركيبه، لا يهم أي جرس استعملت إخواني، المهم أنك تعرف الكيفية التي يقوم بها كهربائي السيارات بالتركيب، لنا طريقة سهلة وسهلة جدا، ولهذا أريد أن أريك الكيفية حتى تستطيع تركيبها بنفسك. فقط هنا أتحصل على سلك، طبعا هنا يوجد عدة منافذ بهذه القطعة، لكن أنا خرجت منفذين سالب وموجب، تحصلت على سلكان سالب وموجب إخواني. هنا توجد عدة كتابات ولها عدة رموز إخواني، أنا اخترت 58 للفولتية الخارجة لتعطي التنبيه، واركبت بال 31 سالب و تي كا كذلك سالب، أربط تي كا مع 31 سالب وهذا أركبه بالموجب لكي يرن الجرس إخواني. هنا كما قلنا فقط عندما أقوم بتعشيق القير للرجوع للخلف سينبه هنا، سيقوم بتنبيه المارة هذا الجرس. تابعوني سأريكم كيف يتم التركيب إخواني. وهنا كما تلاحظون إخواني أول شيء أقوم به هو تعشيق القير للرجوع للخلف ليشتعل لدينا المصباح من هذه الجهة ومن هذه الجهة. هنا نقوم بفتح الديكور الذي يغطي المصابيح، يكون بهذا الشكل، تقوم بفتح الصامولات الموجودة هنا وهنا لنتحصل على هذا الشكل. توجد هنا فيشة إخواني، إذا أردت لا تنزحها، فقط لا تنزحها، أتركها كما هي إخواني. إذا كانت لديك لمبة فحص إخواني ضع سلك على جسم السيارة ثم قم بفحص الأسلاك بهذا الشكل إلى أن يشتغل لديك سلك. هنا اشتغل إخواني، نتركه كما هو ونقوم بنزع عصا القير، إذا انطفى نعرف أن هذا هو السلك الذي نبحث عنه. يعني هذا هو السلك الذي نبحث عنه بعد نزع عصا القير. نعيد إشعال إرجاع القير إلى وضع الرجوع إلى الخلف إخواني. يعني هذا هو السلك الذي نحتاج إليه، ننزع لمبة الفحص ثم نأتي بالسلك الذي قلنا عليه سالب الجهاز، والسلك الثاني نقوم بوضعه بهذا المكان بهذا الشكل. هنا حتى إذا لم تكن لديك لمبة فحص إخواني فقط ضع السالب على جسم السيارة وقم بالفحص بهذا الشكل،
إلى أن يرن معك الجرس. هذا هو الجرس الذي سينبه المارة عند الرجوع للخلف. إخواني، هنا سأبحث عن مكان لإمرار الأسلاك للأسفل. توجد هنا عدة مناطق تستطيع فتحها. نلاحظ الأقرب منطقة هي هذه. أقوم بنزع هذا الغطاء. سأقوم بتمرير الأسلاك من الأسفل. بهذا الشكل. ثم نقوم بربط السلك السالب بجسم السيارة. وهذا إخواني إذا أردت فسخ السلك وتركيب وربطه معه، لكن أنا أفضل فقط وضعه بهذا المكان. سيدخل قمت بنزع الريوس حتى لا يزعزني المنبه. سأقوم الآن من الأسفل بإكمال التركيب. كما قلت لكم نأتي بهذه القطعة، نأتي بشريط لاصق نضعه بهذا المكان. ثم أقوم بنزع الورق الذي يكون عليه. ثم أقوم بتنظيف مكان يضع هنا بهذا المكان أضع. المهم أنت حر في المكان الذي تضعه به. أنا وضعته بهذا المكان إخواني. سأقوم بتشغيله. هنا كما نلاحظ إخواني أصبحت يشتغل بشكل عادي. عند تعشيق الريوس للخلف تشتعل الأضواء ويشتعل المنبه معها، دلالة على أن السيارة ترجع إلى الخلف. ملاحظة أخيرة إخواني قبل ختم الحلقة، أرجو منكم المشتركين بالقناة أو المتابعين لها عندما يريد طرح سؤال إخواني عن السيارة، على الأقل يكتب السيارة ونوعها والموديل، مثلا تويوتا كورولا 2009، ويكتب المشكل. لأن الكثير أجد من الناس يكتب مثلا سيارتي تسخن ويتوقف وأريد أن أجيبه. أنا لا أعرف ما نوع سيارتك وما هي، أضطر لإجابة سطحية فقط. ولهذا أرجو من المشتركين أن يكتب على الأقل سيارتي ونوعها وأن يدقق المشكل بشكل جيد. كما لا أنسى أن أقول لكم
عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. نرجو الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديوهات. إلى هنا أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.